النتائج وهدرت الكيفية على الفريق لم يزاحم الفريق اللي عندها شركة قلت له صحيح. أولا باش نهضر الانتدابات دائما نوليو الكيفية اللي تسلمت بها الفريق الملكية للسنغال في أواخر الميركاتو ما لقينا حتى لاعب والانتدابات كانت يعني عن طريق فرد واحد على المدرب انتدب واش خضر ينتدب. واليوم باش نعطيك المقارنة تاع الانتدابات لأن عندنا الوقت نصبنا خالية فيها دي بروسبكتور فيها دي زونسيان جوار فيها لونترينور اون شيف فيها حتى دي تكنيسيان وعندنا انتدابات نوعية ورانا حاطينهم في لاجوندا. دونك عندنا الوقت باش ننتدبوا واش راك كنت تحوج لي كاليبري. دونك انا عندي الوقت في الميركاتو الصيفي باش نجيب ثم تقدر تحاسبني. اما تحاسبني في واني قلت نتحمل المسؤوليه نتحمل السابقه والحاضره يعني ماناش الناس اللي يتهربوا المسؤوليه. وفعلا الانتدابات كانت يعني نوعا ما يعني ولكن في المستوى تاعنا بهذا الانتدابات رانا مع الشركات الاولين اللي راك كنت تحكي عليهم كي تحسبهم تلقانا معاه ومزال 7 مقابلات ومازلنا نلعبوا حظوظنا وحنا دائما نلعبوا حظوظنا وكرة القدم فيها اصرار تبدا الاول وعندك في النص وتقدر تولي على الاخر ثاني هاي فيها اصرار كرة القدم ونعرفها اللي كان ثاني يدي واللي كان الاول يقدر ما يديش الا في حالات كيما سنايبنا حالات امور لكن البوديوم مازال في مازال 21 نقطة. إذا احنا رانا قلت لك نصبنا قالية فيها دي تكنيسيان فيها دي زونسيان جوار وعندنا أسماء والحمد لله راه مازال جاي الماركت الصيفي وإن شاء الله وأنصارنا على بالهم والأنصار اللي تحدثت عليهم وقلت ما مش راضيين. الأنصار راهم يديروا في ضغط إيجابي وراهم ملتفين بالفريق لأنه كي ما يديرش ضغط الفريق مش راح يلعب. إذا أنا شفنا الفرق في الجزائر الكبيرة ضغوطات تاع الأنصار تاعهم كيفاش في حالة الانهزامات كيفاش الضغط. أما حنا الأنصار تاعنا راهم يروحوا حتى البشار ويروحوا للواتسوب ويروحوا للبيض ويديروا ضغط إيجابي ومن حقهم من حق المناصر باه يطلب النتائج من حقه. حنا رانا واش كاينه حاجة اللي لازم الناس تفهمها ان انصارنا راهم ثايقين فينا بالرغم من هذه الضغوطات انا نعتبرها ايجابيه ماهيش سلبيه لان واش الانسان يحب الفريق يجي ناصر يتغشش معروف احنا عايشين فيها لو كنا عايشين مع اولاد اصحابنا الاولين انا نجري في ناطر جينيراسيون مي ان شاء الله حنايا في المستقبل الجاي كما قلت لك انا نصبنا خلايا اللي راهي تنشط مش تنشط من يوم رايت نشوف من بدينا نصب لها من مرحلة هي بدينا ديجا بدات تنشط. إذا باش يعني نكونوا صراحة الوفاق ويمشي في يعني في أحسن الظروف وفي تطور ورايحين كما قلت لك الوفاق اللاعب اللي رايح ينتدب في المستقبل لازم يكون بعقلية نتاع انديري ان تيب اللي يجيب الألقاب ماهوش يجيب باش يدي شهرين يجيب باه يربح الألقاب يجيب باه ينافس وعنده سلوك وعنده أخلاق كلش محسوم كلش محسوم في الخلية واش نامبورت نجيبو ان بون جوار ومن بعد خليها على ربي لا نجيبو ان بون جوار في الوسط المجتمع متخلط ماديا يكون يعني عنده عبره يبدو الناس يشوفوه يتمناو يكونوا كيفه هذا هو اللي رايحين يكونوا فيه في المستقبل. مش يعني ما نكثروش الهضره احنا على بالك سيدي جوار عندنا اون فيزيون باش نجيبوا جوار يلعب في لونتونت وكاليبري ماهوش يجي هكذاك يجي باش يفوز بالالقاب. شكرا.